بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد في قناة الدكتور مازن السقا. تواصل معي العديد من المشاركين في القناة ويسألون على ظاهرة تؤرقهم وتؤرق من حولهم، وهي ظاهرة الشخير في أثناء النوم، وكيف بالإمكان التخلص من هذه الظاهرة لأنها تزعج الطرف الآخر وتسبب له الأرق وفي كثير من الأحيان عدم القدرة على النوم. يا ترى كيف يحدث هذا الشخير وما هي الأسباب وكيف بإمكاننا أن نتخلص من هذا الموضوع بطرق بسيطة كما عودناكم دائما. بداية، الشخير نجده عند الرجال أكثر من النساء، والنسبة تقريبا متراوحة ما بين 20-24% من الرجال مقابل 16% من إيش؟ من النساء. إذا أخذنا هذه 24% ونجد من منهم يعاني فعليا من شخير بشكل متواصل، نجدها لا تتعدى 4-5%، والآخرين هما متفاوتة، ليس كل يوم، إنما ممكن مرتين أو ثلاث بالأسبوع أو بالعشر أيام. وعند النساء نجد من 1-2% فقط لا غير من هم يعانون من الشخير اليومي. وبالتالي بهذه الحسبة البسيطة نجد أن فعليا هذه الظاهرة نجدها بمتوسط 3-4% فقط ما بين الرجال والنساء. هذه الظاهرة الشخير تحدث عندما يكون هناك اختلال أو اعتلال في مجرى التنفس، وتحديدا في مجرى الحلق وعلاقته بمجرى التنفس ما بين الأنف والفم، فيغلق مسار الأنف ويصبح هذا الإنسان يتنفس عن طريق إيش؟ الفم. وهنا تظهر المشاكل تدريجيا بعدم القدرة بالتنفس بشكل طبيعي، الحجاب الحاجز نجده حركته واضحة جدا، سرعة في التنفس، يشعر في بعض الأحيان حالة من الاختناق تصل في بعض الأحيان، وبالإضافة طبعا إلى الشخير العالي الدرجة. وكلكم يلاحظ أن الشخير درجات، نسمع شخير منخفض ونسمع شخير متوسط ونسمع شخير عال جدا، وهذا يدل نسبة مدى انفراج أو الاعتلال الذي يحدث في العضلات الموجودة في الحلق ومدى الاختناق الفعلي الذي حصل. فكلما كان بزيادة كلما زادت حدة الصوت نتيجة هذا الخلل بين الأنسجة والعضلات الموجودة في هذه المنطقة. إذن هذه الطريقة والميكانيزم اللي بيحصل بها الشخير. ما هم الناس الأكثر عرضة الآن في هذا الموضوع؟ في الدرجة الأولى من يعاني من سمنة، وبالأخص في الرقبة. تحدثنا سابقا عن سمنة وسطية وسمنة في الصدر وسمنة في الأرداف وسمنة في مناطق مختلفة، واليوم جاء دور نقطة لم نتحدث عنها وهي السمنة في محيط الرقبة. وبالتالي كل من يعاني من تجمع للدهون في محيط الرقبة، وفي بعض الأحيان من نتيجة السمنة العالية لا نجد رقبة أساسا، وبالتالي هؤلاء هم الأكثر عرضة لموضوع الشخير.
طبعا هذه معلومة ظريفة حابب أحكيها. تخيلوا اللسان يجمع تحته جزء من هذه الدهون للرقبة ويساهم في عملية الاختناق التي تحدثت عنها قبل قليل. إذن القصة هنا صارت، شوفوا كيف عامل السمنة كيف بدخل، يعني مش قصة بس أمراض وقلب وشرايين وكوليسترول، لا، كمان يزعجك في النوم ويساهم في عملية اختناق فعلية ويؤدي طبعا لإيش؟ للشخير. سبب ثاني ممكن يكون في اعتراض على مجرى التنفس في الأنف، قد يكون يعاني من جيوب أنفية، وعرضنا وصفات عدة أشهرها أن نقطر بالليمون مثلا، أو نقطر بقليل من عصارة البصل وهكذا. هناك اللحمية، وهنا للأسف مضطرين أن نلجأ إلى العملية الجراحية لاستئصال هذه اللحمية وفتح هذا المجرى التنفسي. إذن أبرز هذه المشاكل كما تلاحظون لها علاقة بتمركز الدهون حول الرقبة، وكذلك أمين اعتلال أو عدم وجود عوائق في مجرى إيش؟ التنفس. هذا كالمشكلة الرئيسية. نتكلم عن الاعتلال الآن في المعادن والفيتامينات. يا ترى هل تتأثر الفيتامينات والمعادن بهذه الظاهرة؟ الإجابة نعم، وتحديدا لدينا الفيتامين B1. فالفيتامين B1 هو واحد من أهم الفيتامينات، نجدها ناقصة بشكل واضح لكل من يعاني من إيش؟ من الشخير. وكلنا يسمع ويعرف ظاهرة مرضية مشهورة عن B1، وهو مرض البريبري، والذي واحد من أعراضه هو ضيق التنفس. إذن هناك ربط مباشر بين إيش؟ بين الاثنين. كذلك من المعادن المتأثرة في موضوع الشخير هو موضوع الزنك، وهنا الرجال تحديدا هناك دراسات تقول أن هرمون التستوستيرون أيضا بالإضافة لعنصر الزنك يلعب دور كبير في موضوع الشخير. فضعف هرمون التستوستيرون وقلة الزنك يكون هناك مؤهلا أكثر في قصة الشخير، بينما لا نلاحظ أن هرمون مثلا الاستروجين يؤثر على المرأة في هذا الموضوع، لا يؤثر مطلقا في هذا الاتجاه. الحلول حتى نمنع هذه الظاهرة وتكون سهلة إن شاء الله، أبدأ في حلول بسيطة وهي وضعية النوم. وضعية النوم مهمة جدا. كل ما يعاني من الشخير نجد أنه بينام على الظهر أو بينام على الجهة اليسرى، وهي جهة منافية لمجرى إيش؟ التنفس والراحة الجسدية أو الراحة عند النوم. أفضل في هذا الموضوع أن يكون النوم على الجهة اليمنى حتى نريح القلب من ناحية ونريح الرئتين ونفتح المجرى التنفسي بشكل إيش؟ بشكل جيد. الآن ممكن في بعض حالات أن ينام على الجهة اليمين وأيضا يعاني من هذه الأمور، ولكن يعاني بدرجة أقل، كما ذكرت أن الأصوات الشخير تكون متفاوتة. ماذا يعمل؟ يغير الاتجاه لمدة يعني دقائق، أو من ينام بجواره أن يعني يغير اتجاهه أو يحرك قليلا، فهذه الحركة
تسمح بمرور القليل من الهواء، وبالتالي خفض نسبة إيش أو قوة هذا الشخير. من الأشياء الأخرى طبعا تعزيز الفيتامين بي واحد، والفيتامين بي واحد من أهم مصادره الأعضاء، كبد الدجاج، كبد الخراف، كبد العجل، لدينا كذلك بعض اللحوم، كل هذه مصادر جيدة للفيتامين بي واحد. من الأشياء أيضا يجب أن نتأكد منها كما ذكرت مجرى التنفس في الأنف، أن يكون ما في مشاكل، وبالتالي نستعيد بالذكر وصفات الليمون والبصل بشكل جيد، وإن شاء الله تكون الأمور تمام. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.